درس القراءة مكتبة بيت الحكمة هيا بنا لنتعرف على هذا الدرس لنبدأ بالقراءة. مكتبة بيت الحكمة اهتم العرب والمسلمون بالعلم والعلماء فظهرت المكتبات في التاريخ العربي والإسلامي ومن أشهر تلك المكتبات بيت الحكمة في بغداد التي اسسها الخليفه العباسي هارون الرشيد ثم ازدهرت ازدهارا كبيرا في عهد المامون بقيت هذه المكتبه اعظم دور العلم في الارض نحو خمسه قرون وحوت عددا ضخما من المجلدات وكان فيها قسم لكل علم من العلوم كالفقه والطب عمل في المكتبه مئات الموظفين الذين قاموا على ادارتها ورعايتها من نساخين وباحثين ومناولين ومترجمين وقد ارسل الخلفاء المترجمين والباحثين الى اصقاع الارض لجمع الكتب العلميه ونقلها الى المكتبه وترجمه الاجنبيه منها إلى العربية. كان في المكتبة غرف خاصة للمطالعة وأخرى لحلقات النقاش، كما كان فيها غرف للترفيه والأكل والشرب، وغرف لإقامة طلاب العلم، وحين هاجم التتار بغداد، خربوا المكتبة وألقوا كتبها في نهر دجلة، فتحول لون مياهه الى الاسود من اثر المداد وقيل ان الناس كان يعبرون من فوق المجلدات من ضفه الى اخرى. هيا بنا لنقم بتوضيح اهم المفردات والمعاني الجديده ونبين الافكار المتعلقه بكل فقره مما يلي. اهتم العرب والمسلمون بالعلم والعلماء فظهرت المكتبات في التاريخ العربي والاسلامي ومن اشهر تلك المكتبات بيت الحكمه في بغداد التي اسسها الخليفه العباسي هارون الرشيد اسسها ما معنى كلمه اسسها اسسها بمعنى انشاها اسسها بمعنى انشاها ثم ازدهرت ازدهارا كبيرا في عهد المأمون ثم ازدهرت ما معنى كلمة ازدهرت؟ ازدهرت بمعنى تطورت الفقرة الأولى تتحدث عن مكتبة بيت الحكمة وكان مكانها في بغداد وأسس هذه المكتبة الخليفة العباسي هارون الرشيد هيا لنتعرف الفقرات التالية بقيت هذه المكتبة أعظم دور العلم، أعظم دور العلم، ما معنى بقيت هذه المكتبة أعظم دور العلم؟ دور العلم بمعنى أماكن التعلم، دور العلم بمعنى أماكن التعلم، بقيت من أعظم دور العلم في الأرض نحو خمسة قرون، تعرفنا ان قرون مفردها قرن وتعني مئه عام وقد ذكرناها في الدرس السابق وحوت عددا ضخما من المجلدات وحوت ما معنى كلمه حوت حوت بمعنى ضمت او اشتملت على حوت بمعنى ضمت او اشتملت على عددا ضخما من المجلدات من المجلدات ما معنى كلمه المجلدات المجلدات وتعني الكتب المجلدات وتعني الكتب التي تم تجليدها لذلك سميت بالمجلدات وكان فيها قسم لكل علم من العلوم كالفقه والطب اذا في هذه الفقره نتحدث عن مكانه بيت الحكمه حيث انها بقيت اعظم دور العلم في الارض نحو خمسة قرون، كما كان فيها هناك عدد كبير من الكتب، وكان لكل قس، لكل علم من العلوم قسم خاص به، فكان هناك الفقه، والطب، ولكل منها قسم خاص به. عمل في المكتبة مئات الموظفين، الذين قاموا على إدارتها ورعايتها، من: هناك عدد كبير من الموظفين في هذه المكتبة، وهذا يدل على أنها كبيرة جداً، فكان هناك النساخين الذين يقومون بنسخ الكتب، والباحثين وهم الذين يبحثون عن الكتب في أصقاع الأرض أو في الأرجاء المعمورة من الأرض، والمناولين وهم المساعدين الذين يقومون بمناولة الكتب للنساخين والباحثين ويقومون بمساعدتهم. ومترجمين، وهم الذين كانوا يترجمون الكتب من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، أيضاً أرسل الخلفاء المترجمين والباحثين إلى أصقاع الأرض، ما معنى أصقاع الأرض؟ ما معنى أصقاع الأرض؟ أصقاع الأرض وتعني الأرجاء المعمورة، أي التي يوجد بها سكان وناس، الأرجاء المعمورة أي يوجد بها سكان وناس وبيوت، فهذه الأرجاء معمورة بمن فيها، وهي تعني أصقاع الأرض. أيضاً، في الفقرة الثالثة، نتحدث عن الموظفين الذين عملوا في مكتبة بيت الحكمة، من نساخين، وباحثين، ومناولين، ومترجمين. الفقرة التي تليها، كان في المكتبة غرف خاصة للمطالعة، ما معنى كلمة المطالعة؟ وقد ذكرناها بالدرس السابق، المطالعة بمعنى القراءة، المطالعة بمعنى القراءة، وأخرى لحلقات النقاش، وأخرى لحلقات النقاش، ويقصد بها جلسات الحوار، فكان الطلبة هناك يجلسون ويتحاورون فيما بينهم، أيضاً هناك غرف للترفيه للتسلية والأكل والشرب، وهناك غرف لإقامة طلاب العلم. إذاً، في هذه الفقرة نتحدث عن أن المكتبة كان فيها غرف كثيرة، منها للقراءة، ومنها جلسات للحوار، ومنها غرف للتسلية والأكل والشرب، ومنها غرف لإقامة ومبيت طلاب العلم. الفقرة الأخيرة حين هاجم التتار بغداد خربوا المكتبة وألقوا كتبها في نهر دجلة، فتحول لون مياهه إلى الأسود من أثر المداد، ما معنى تحول إلى الأسود من أثر المداد؟ المداد ويقصد به الحبر، فالحبر وهو الذي كان موجودا على الكتب التي قام التتار بإلقائها في نهر دجلة، فالحبر الموجود على هذه الكتب تحول الى حبر سائل فلوث مياهه وتحولت الى اللون الاسود من شدة الكمية الهائلة للكتب التي تم إلقائها في نهر دجلة يقال أن الناس كانوا يعبرون من فوق المجلدات من ضفة إلى أخرى الضفة وهي الشاطئ الضفة وهي الشاطئ إذاً في الفقرة الأخيرة يتحدثون عن موضوعهم وهو خراب مكتبة بيت الحكمة على يد التتار وإلقاء كل ما فيها في نهر دجلة. إذا القصة أو الدرس يتحدث بشكل مبسط عن بداية المكان الذي نشأ نشأت فيه مكتبة بيت الحكمة وهو بغداد والذي اسسها وهو الخليفه العباسي هارون الرشيد بعد ذلك تحدثنا عن انها كانت من اعظم دور العلم نحو خمسه قرون بعد ذلك ذكرنا الموظفين الذين كانوا يقومون على ادارتها ورعايتها من نساخين وباحثين ومناولين ومترجمين وفي نهايه الامر تحدثنا عن ان هناك غرف كثيره في هذه المكتبه بعد ذلك نهاية المكتبة حين كان حينها جمها التتار وخربوها وألقوا كتبها في مياه نهر دجلة. هيا بنا لنتعرف ملخص الأفكار الرئيسية من هذا الدرس. أفكار الرئيسية بداية أسس مكتبة بيت الحكمة الخليفة العباسي هارون الرشيد. بقيت هذه المكتبة من أعظم دور العلم نحو خمسة قرون عمل في المكتبة مئات الموظفين كان في المكتبة العديد من الغرف أخيرا خرب التتار مكتبة بيت الحكمة إلى هنا انتهى هذا الدرس الممتع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته